السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اذا اليوم ان شاء الله غادي تشوفوا نموذج كتابي ديال الفرد الاول في الاسدس الاول، ماده الرياضيات خاص بالمستوى الرابع. اذا غادي نبداو بالسؤال الاول. اذا عندنا العمليات، عندنا عمليه الجمع، عمليه الطرح، وعمليه الضرب. اذا غادي نبداو بعمليه الجمع. عندنا 5152 زائد 1528، اذا 2 زائد 8 10، نكتبوا صفر نحتفظوا بواحد. 1 زائد 5 6 زائد 2 8. 1 زائد 5 6، 5 زائد 1 6. اذا النتيجه هي 6680. عمليه الطرح، اذا 8157 ناقص 6142، اذا 7 ناقص 2 5، 5 ناقص 4 1، 1 ناقص 1 0، 8 ناقص 6 2، اذا 2015. غادي ندوزو لعمليه الضرب. اذا 7 في 2 14، نكتبوا 4 ونحتفظوا بواحد. 7 في 9 63 زائد 1 64، نكتبوا 4 ونحتفظوا ب 6. 7 في 2 اذا 14 زائد 6 20، نكتبوا 0 ونحتفظوا ب 2. 7 في 1 7 زائد 2 9، اذا النتيجه هي 9044. وغادي نمروا للسؤال الثاني. اذا السؤال الثاني، ألاحظ الرباعيات ثم املا الجدول. اذا عندنا متوازي الاضلاع، عندنا المربع، وعندنا المستطيل. غادي نبداو بالمستطيل. كل ضلعين متقابلين متوازيان، صحيح. اذا كل الضلعين متقابلين فهما متوازيان، اذا صحيح. نعم، نكتبوا نعم. كل ضلعين متقابلين متساويان، يعني متقايسين، نعم. له اربع زوايا قائمه، نعم. المربع، كل ضلعين متقابلين متوازيان، نعم. هذا كيوازي هذا، هذا كيوازي هذا، وحتى الاضلاع المتقابله فهي متساويه. هو اصلا كل الاضلاع ديالو كلهم متساويين، اذا نعم. عنده اربعه ديال الزوايا القائمه، نعم. غادي ندوزو المتوازي الاضلاع. بالنسبه للمتوازي الاضلاع هو هذا، اذا كل ضلعين متقابلين متوازيان، صحيح. هذا كيوازي هذا، وهذا كيوازي هذا، اذا نعم. كل ضلعين متقابلين متساويان، يعني من حيث الطول، اذا هذا كيساوي هذا، وهذا كيساوي هذا، اذا حتى هاد الخاصيه كاينه، نعم. عنده اربع زوايا قائمه؟ لا، ما عندوش زوايا قائمه، لانه لو ولاو زوايا قائمه غادي نرجعوا للحاله ديال المستطيل، اذا ما عندوش زوايا قائمه. غادي ندوزو للسؤال الثالث. افكك الاعداد الاتيه بكتابه مختلطه. شنو كنقصدوا بكتابه مختلطه؟ يعني الضرب والجمع. اذا غادي نبداو ب 27081، هي 2 في 10000 زائد 7 في 1000 زائد 8 في 10 زائد 1. اذا هذه هي كتابه مختلطه، عندنا الضرب وعندنا الجمع. اذا جوج في 10000 هي 20000 زائد 7 في 1000 هي 7000 زائد 8 في 10 هي 80 زائد 1، وكنحصلوا على 27081. نفس الشيء مع العدد 105301. اذا عندي 1 غادي نضربها في 100000 زائد، ما عنديش العشرات ديال الالاف، اذا غندوز الوحدات ديال الالاف. عندي 5 في 1000 زائد 3 في 100، وما عنديش العشرات، عندي الوحدات، زائد 1. اذا هي 100000 زائد 5000 هي 105301. غادي ندوزو للسؤال الرابع. يبين المدراج اعمار بعض الحيوانات. اذا عندنا مدراج، اذا عمر الحيوان بالسنه. عندنا الغزال المثيلي، اذا فهو تقريبا، اذا صفر
10 20 30 40. إذن كل تدريجة فهي 10. إذن الغزال المثيلي 10 سنين، الجمل عندنا 10 20 30 30. إذن كم يعيش الجمل؟ 30. إذن هنا عندي 30، يعيش الجمل 30 سنة. ما الحيوان الذي يعيش 100 سنة؟ إذن غادي نشوفوا 100. إذن السلحفاة البرية هي اللي كتعيش 100 سنة. إذن غادي نجاوبو وغنكتبو السلحفاة البرية هي اللي كتعيش 100 سنة. السلحفاة البرية. جيم، أملأ الجدول التالي. إذن دابا غادي نملأو الجدول. إذن 100 الحيوان اللي تعيش 100، إذن هو السلحفاة. إذن هنا غنكتبو السلحفاة البرية. 70، إذن عندي 50 60 70. إذن فوالا 70. إذن لاحظوا الفيل الإفريقي، هنا الفيل الإفريقي هو اللي كيعيش 70. الفيل الإفريقي. الجمل كما قلنا كيعيش 30. إذن غنكتبو هنا 30. وشكون اللي كيعيش 10 سنين؟ هو الغزال المثيلي. الغزال المثيلي. إذن هادو هما الأجوبة الخاصة بهذا النموذج الكتابي. إذن موعدنا يتجدد إن شاء الله مع نموذج آخر خاص بمادة الرياضيات، دائما فروض المرحلة الأولى للمستوى الرابع، دائما على نفس القناة. إلى اللقاء.